شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية نشاطا مكثفا، حيث استقبل الرئيس السيسي الرئيس الإماراتي شيخ محمد بن زايد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فيما أجرى محادثات مع وزير الخارجية التركي. كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لبحث ملفات عمل الوزارة. على مدار 15 يوماً قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من الأنشطة والاجتماعات والزيارات التفقدية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الصومال حسن شيخ محمود، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. هذا وقد عقدت جلسة مباحثات تناولا خلالها الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيسان على مواصلة التنسيق المشترك، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد اختتم هذا اللقاء بأن شهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين البلدين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وقد تناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وتحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية. واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإريتري، الذي قام بتسليم سيادته رسالة خطية من أخيه الرئيس أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تقديره للسيد الرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة. كما تم استعراض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر. كما التقى رئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والذي عرض على سيادته التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر من أجل الترسيخ الشامل للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية التركي لبحث مدى تطور العلاقات بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية. كما تناول اللقاء المستجدات الأولية للوضع الإقليمي الراهن واستمرار التشاور بين الدولتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما القضية الفلسطينية. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية تشاد بمدينة العالمين الجديدة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين. هذا وقد عقدت جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بالرئيس التشادي ضيفا عزيزا على مصر، مشددا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وفي مدينة العالمين الجديدة، درة مدن الجيل الرابع على شاطئ البحر المتوسط، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي قام بزيارة خاصة لمصر، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما اصطحب السيد الرئيس أخيه الشيخ محمد بن زايد في جولة بمدينة العالمين الجديدة، زارا خلالها أبرز معالمها وتفقدا ما تم إنجازه من بناء وتطوير في المدينة. وأعرب السيد الرئيس عن امتنانه والشعب المصري للشيخ محمد بن زايد على دعمه المستمر لمصر والمصريين. السلام عليكم. معانا ضيف عظيم وكريم جدا جدا الشيخ محمد، اسمحوا لي ان احنا نرحب بيه ونشكره ان هو يعني خد من وقته وسمح لنا ان احنا نيجي ونقعد معاكم ونتفرج عليكم ونشجعكم. هذا وقد قام السيد الرئيس بتوديع ضيف مصر الكبير بمطار العالمين، مثمنا العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين. اتصل وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاتصالات الهاتفية، حيث تلقى سيادته اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأجرى اتصالا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأجرى سيادته اتصالا برئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، كما تلقى اتصالا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس. تناول خلالها التطورات الإقليمية والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واستعرض آخر المستجدات والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين، مع التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، والذي يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم والضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.